السلام عليكم. الكورس هيبدأ حالا. شنس خالد، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شنس خالد؟ ان شاء الله ازي حضرتك. الله يكرمك. الحمد لله استاذ. الحمد لله رب العالمين. ممكن حضرتك بس تعمل شير للشاشة عشان نبدأ؟ انا شايف العدد بيقل تقريبا، المحتوى مش عاجب الناس. لا لا لا، عشان ماتش الأهلي والزمالك. لسه بدري على الماتش، لسه ساعتين ونص. الناس بقى بتروح على القهوة من بدري. ماشي، شكرا يا باشمهندس نور، جزاكم الله خير. شكرا يا باشمهندس مصطفى، تسلم، كتر خيرك يا باشمهندس محمود. حلوة، جميل في الشرح دي، ربنا يبارك فيك يا باشمهندس عمرو، باشمهندس عمار، ربنا يجازيكم خير يا رب، وتقبل العمل ده. الماتيريال انا قلت هبعتها للمهندس عمر، انا مش فاكر ان كنت بعتها للمهندس عمر، وصلتكم ولا لا؟ بتاع المحاضره اللي فاتت. اللهم امين. شاركوها على الواتساب، على جروب الواتساب. يعني وصلت حضرتك؟ انا بعتها، انا مش فاكر بعتها ولا لا. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. انا من النوع اللي بينسى شويه يا باشمهندس عمر، يعني ممكن ابعت لك الحاجه وانسى ان انا بعتها، فباكد بس بعتها ولا لا. لا ما حضرتك ان شاء الله. الله يكرمك. طيب يلا نبدا يا شباب، جاهزين؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. يلا بينا نبدا ان شاء الله. هنروح على فايل نيو ونبتدي نفتح التمبلت بتاعنا الاستايلات الجاهزه ونقول له اوبن. المحاضره النهارده هنتكلم فيها عن حاجتين مهمين جدا: تصميم الانترسكشن، طريقين متقاطعين مع بعض في نفس المستوى، وطريقين متقاطعين مع بعض مش في نفس المستوى، الانترتشينج، طريق معدي من فوق طريق بكوبري. تمام كده؟ دلوقتي انا فتحت فايل جديد اسمه درونج 8، هبتدي اقول له كنترول اس. طبعا فتحته بالتمبلت بتاعي، وده هنسميه بيم ريبيا لكتشر 3. تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد كده أنا عايز أكريت سطح، فهاجي هنا على سيرفيس، كليك يمين كرييت سيرفيس، هسمي السطح بتاعي ناتشرال جراوند ليفل. أوكي. بعد كده هروح أبتدي أعرف السطح بتاعي من خلال أي داتا موجودة عندي. بوينت فايل مثلا، هنا أقول له براوس، وهنا أختار السطح ده. الترتيب بتاعنا تمام. أوكي. زد إي إنتر. تعالوا نرسم الطرق بتاعتنا بسرعة. هرسم طريق، ده السنتر لاين بتاعه. الطريق ده طريق داخل مدينة، هنبتدي نعمل له جزيرة وسطية. عرض الجزيرة هنقول مثلا 8 متر، يبقى اوفست من السنتر لاين ده 4 متر يمين و4 متر شمال. بعد كده هقول ان انا عندي حارتين يمين وحارتين شمال، عرض الحارة 3 متر و6 من عشرة. هخرج بامر سكيب من امر اوفست وارجع تاني بسطره واقول له ان انا عايز 7 متر و2 من عشرة يمين و7 متر و2 من عشرة شمال. بعد كده هخرج سكيب وارجع تاني بامر مسطره وابتدي اعمل رصيف، عرض الرصيف مثلا 5 متر، هاخد من الخط ده 5 متر يمين و5 متر شمال. هاخد الطريق ده، هاخد منه كوبي سي او، اسحبه بعيد كده، وبعدين هنسلك عليه ونقول له هنا ار او روتيت حوالين الخط ده مثلا بزاويه 90. تعالوا بقى نسحب الطريق ده نحطه هنا مثلا
وبعد كده نبتدي نعمل تريمات تي ار انتر انتر. ابتدي اشيل الزيادات دي. خلي بالكوا هنسيب بس السنتر لاين. اقطع بالشكل ده. هسيب بس يا جماعه مجرد ان انا هسيب السنتر لاين. بعد كده هروح اقول له اف انتر فيلت ار انتر راديوس للفيلت وادي له مثلا 20 متر. ابتدي اختار الخط ده مع الخط ده والخط ده مع الخط ده وده مع ده وده مع ده على اساس ان انا اعمل شكل التقاطع. بولي لاين بي ال انتر هبتدي اخد من نهايه الكيرف ده خط وينزل بشكل اعمل له اسقاط عمودي كده. اول ما يظهر معايا السناب بشكل مربع كده يبقى انا نازل بشكل عمودي بربنديكلر. ياخد من هنا من الخط ده اوفست بنص عرض الجزيره 4 متر لجوه كده. نفس الكلام هعمله هنا بولي لاين بي ال انتر وهاجي من نهايه الكيرف ده وانزل بشكل عمودي على الخط الموازي ليه وهسلك اوفست 4 متر لورا كده. وبعد كده هاجي اقول له سيركل من خط تقاطع الخط بتاع السنتر لاين مع الاوفست الثاني ده واعمل دايره تكون مماس للضلعين دول الخاصين بالجزيره الوسطيه. تي ار انتر انتر هبتدي اشيل الزيادات الزياده دي والزياده دي وكمان دي ودي. هنشيل من هنا يا جماعه الخطوط اللي ملهاش استخدام وبعدين نسلك على الخطوط دي كلها ونقول له جي انتر. ممكن الثلاثه يربطوا وممكن اثنين بس يربطوا وواحد ما يربطش. ليه؟ لان الاند بوينت مش جايه على بعضها. فدي حلها بسيط هسحب ده كده وارجعه ثاني يربط اند بوينت وبعدين اسلك واقول له جي انتر. نفس الكلام هنا هسحب ده كده وارجعه ثاني بحيث ان ايه اربط على الاند بوينت. اول ما يظهر معاك المربع كده هيربط مماس. اول ما يظهر معاك المربع او تكتب له اي ان دي اسهل على اساس ان هو يجيب لك الاند بوينت. سلك على الثلاثه دول مع بعض وتقول له جي انتر على اساس ان هم الثلاثه يبقوا حاجه واحده بالشكل ده. تمام. نفس الكلام هعمله هنا سيركل من الخط الداخلي مماس للخطين دول تي ار انتر انتر تريمات. هنشيل الخطوط الزياده الخطوط اللي ملهاش لازمه وبعد كده هنسلك على الثلاث عناصر دول مع بعض. نظبط طبعا الاند مع بعضها جي انتر. الاثنين دول ربطوا مع بعض ده ما ربطش معاهم. هنسلك كده وبعدين نرجعه تاني نربطه جي انتر. تمام. هناك هنعمل نفس الكلام بولي لاين بي ال انتر. هبتدي اختار من هنا من نهايه الكيرف اي ان دي لو ما ظبطتش معايا انزل بشكل عمودي اوفست 4 متر نص عرض الجزيره لجوه سيركل وبعدين هبتدي اعمل الدايره بتاعتي تي ار انتر انتر. شيل الزيادات وشيل الخطوط اللي ملهاش استخدام تي ار انتر انتر. نسلك نظبط بقى الخطوط الاند بوينت مع بعضها. جي انتر. طيب احنا كده رسمنا تقريبا شكل التقاطع. طبعا هنا السنتر لاين يبقى رابط على السنتر لاين. هسلك هنا واروح اقول له موديفاي هنثبت دي معانا شويه كده واقول له هنا بريك ات بوينت اختار البولي لاين ده وابتدي اقطع في الجزء ده. ابتدي اقطع في الجزء ده اختار هنا ده البولي لاين وبعدين بقول له اقطع عند الحته دي على اساس يبقى الجزء اليمين لوحده والجزء الشمال لوحده. كده احنا تقريبا رسمنا تقاطع انترسكشن. لو في طريق بقى متقاطع مع الطريق بتاعي ده تعالوا ناخد مثلا طريق زي مثلا متقاطع مع الطريق بتاعنا هنا ده السنتر لاين بتاعه وهنعتبر ان الطريق ده طريق هاي واي بيعدي فوق الطريق الحضري ده بس التقاطع بتاعنا هيكون انترتشينج. فهنا مش هنشكل التقاطع المنطقه دي هيكون فيها كوبري. هقول له مثلا انا عايز انر شولدر في النص هيكون في نيو جيرسي فاصل اتجاهي وبعد كده هيبقى عندي انر شولدر بعرض مثلا 2 متر يمين و2 متر شمال. فهقول له اوفست 2 متر يمين اوفست 2 متر شمال. عندي ثلاث حارات عرض الحاره 3 متر و6 من 10 يبقى الثلاث حارات الاوفست بتاعهم 10 متر و8 من 10 يمين
وشمال. بعد كده هيكون عندي شولدر، عرض الشولدر ده مثلا نقول 2 متر ونص، شولدر خارجي اوتر شولدر. وبعد كده هيكون عندي الميول الجانبيه او الدي لايت. اخر حاجه هنعملها بالنسبه للرسم ان احنا هنروح نفتح اللاير بروبرتيز، خصائص الليارات، ابتدي اكريت مجموعه من الليارات. تمام، اللاير الاولانيه دي هنسميها صفر سنتر لاين، الثانيه هنسميها صفر اسفلت ايدج، حافه الاسفلت، الثالثه هنسميها صفر سايد ووك، الرابعه هنسميها صفر ميديان، الخامسه هتبقى صفر اوتر شولدر، اللي بعد كده هتبقى صفر انر شولدر. تمام، تقريبا انا كده عملت كل الليارات اللي انا محتاجها. هبتدي اسلك هنا وادي لكل لير منهم لون، وليكن الاوتر شولدر هتاخد اللون الاصفر او الانر. تمام، وهنا الاوتر ممكن تاخد اللون السيان، الميديان ممكن نديها اللون الاحمر، السايد ووك ممكن نديها لون وليكن الماجنتا، الاسفلت ايدج حدود الاسفلت انا هنديها مثلا سي مثلا اللون ده، اي الوان. تمام، السنتر لاين ممكن نديله اللون ده مثلا، وكمان نديله ستايل للخط ان هو خط سنتر. بعد كده اقول له اوكي، تقريبا انا عملت كل اللايرز بتاعتي. تعالوا بقى نروح نسلك على الخط ده والخط ده والخط ده، الثلاث خطوط دول عباره عن اسفلت ايدج، وده وده برضو اسفلت ايدج، حدود اسفلت او نهايه عروض الحارات من السنتر لاين. هنسلك عليهم كده ونقول له حطهم لي على اللاير الخاصه بيهم اللي هي لاير الاسفلت ايدج. تمام، بعد كده هسلك على ده وده 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 وده، وهنحطهم هنقول له كنترول واحد مثلا، اقول له حطهم لي على اللاير اللي اسمها ميديان. نختار من هنا اللاير، الخط ده وده وده، دي حدود ارصفه، نهايات ارصفه، حدود مباني، هنحطهم على اللاير الخاصه بيهم. نختار من هنا سايد ووك، الخط الخارجي ده ده نهاية شولدر، الشولدر الخارجي، هنختار هنا الاوتر شولدر، والخطوط الداخلية دي دي الانر شولدر. باقي الخطوط هتبقى عبارة عن خطوط سنتر لاين، نسلك عليها كده سيلكت سيميلر، ما عادش غيرهم. هنبتدي نديله كنترول واحد ونحطهم على اللاير الخاصة بالسنتر لاين. تقريبا احنا رسمنا شكل الطرق اللي احنا عايزين نعمل لها الديزاين النهارده. ممكن دلوقتي نقول للسطح ما دام الطرق بتاعتنا داخل حدود السطح، هنسلك كليك يمين نقول له سيرفيس بروبرتيز، اقصد ان سطح الارض الطبيعيه مغطي، اقدر اعمل الديزاين بتاعي هنا. هقول له نو ديسبلاي، اقفل لي السطح، انا مش محتاج انه يكون ظاهر معايا. دلوقتي انا حابب اصمم الطرق دي يا شباب. اول حاجه هنروح على الالاينمنت، كريت الاينمنت فروم بولي لاين، هنختار الطريق ده، هنسلك كده نديله انتر كمان مره انتر. الطريق ده هنسميه رود 1. بعد كده هنديله الليبلز بتاعتنا، وهنديله سرعه تصميم 60 كم في الساعه، يوز كريتيريا بيز ديزاين، على اساس ان هو يعمل لي الالاينمنت ده. هنسلك هنا وبعدين نروح الاينمنت، كريت الاينمنت فروم بولي لاين، واختار الطريق الثاني ده انتر، وده هسميه رود 2. هنديله برده نفس الليبلز كي ال اس ليبلز. تمام، وبعد كده هدي له سرعه تصميميه 60 يوز كريتيريا بيز داين. اوكي، الالاينمنت الثالث يبقى الاينمنت كريت الاينمنت فروم بولي لاين، هختار الالاينمنت من هنا انتر انتر، ده هنسميه رود 3. هندي له هنا الديزاين كريتيريا، ده طريق سريع ممكن نسيبه 100 كم في الساعه. خلاص كده يا جماعه، دلوقتي كل الاينمنت من دول انا كريته، المفروض ان انا ابتدي اعمل له بروفايل مع الارض الطبيعيه. بروفايل، كريت بروفايل فروم سيرفيس للرود 1 مع الان جي ال، اد درو، وهنا الجريد فيو اللي هرسم فيه البروفايل هبتدي اكبره شويه، نخلي ده 1005 ونخلي ده 1020 مثلا. البندات بتاعتنا هتبقى البندات الخاصه بالستايل بتاعنا، هنبتدي نرسم هنا ده البروفايل الخاص بالرود 1. بروفايل
create profile from surface. هنختار هنا الرود 2 مع ال NGL add draw. وهنا هنظبط الهايت بتاعنا برضو 1005 وده 1020. create profile view وابتدي ارسم البروفايل الثاني. كمان مره بروفايل create profile from surface وابتدي اقول له هات لي الرود رقم 3 على ال NGL add draw وادخل هنا على الهايت نخلي دي 1005 خليها 1000 و1015 دي ممكن نخليها 1030 وبعدين هدخل هنا على البندات اظبط البندات بتاعتي واقول له كرييت بروفايل على اساس ان هو يرسم لي شكل البروفايل ده. اول بروفايل عايزين نرسم له بروفايل تصميمي بروفايل كرييت بروفايل باي لاي اوت. هنا هيقول لي سلك الجريد فيو اللي انت هتشتغل عليه اختار الجريد فيو ده وده هسميه رود 1 ديزاين بروفايل. ديزاين كريتيريا يوز كريتيريا بيز ديزاين اوكي. بعد كده اروح هنا اقول له درو تانجنت تانجنت وسكيل وهبتدي ارسم ادي الالاينمنت سوري البروفايل من هنا وهمشي مع شكل الارض الطبيعيه اطلع مع الطالع وانزل مع النازل. دلوقتي رسم لي زي ما انتم شايفين كده ده بروفايل تصميمي. الداتا اللي موجوده تحت دي المفروض ان انا ابتدي اظبطها. اول باندا ستيشن البند اللي بعد كده بتمثل لي الاو جي ال مناسيب الارض الطبيعيه. البند اللي بعد كده بتمثل لي مناسيب الجريدنج. البندتين اللي بعد كده بيوضحوا لي فرق المناسيب بين البروفايل بتاع الارض الطبيعيه في اماكن القط واماكن الفيل بين الارض الطبيعيه والتصميمي. وهنا الفيرتيكال جيومتري شكل التغيرات في البروفايل. عندي هنا تانجنت كيرف تانجنت اوضحه بباندا تحت. والهوريزونتال جيومتري انا تقريبا عامل كل الطرق بتاعتي مستقيمه فما فيش هوريزونتال جيومتري لكن لو في اي شكل مثلا في كيرف في منطقه يبتدي يوضحه لي هنا في الفيرتيكال جيومتري. هنسلك كليك يمين نقول له اديت بروفايل فيو وفيرتس وبعدين اول باندا قلنا ستيشن خلاص. الباندا اللي بعد كده ان جي ال خلاص. الباندا الثالثه عباره عن ديزاين يبقى لازم ناخدها من البروفايل التصميمي. الباندا الرابعه فرق مناسيب في اماكن الكات واماكن الفيل. الباندا الخامسه عباره عن الفيرتيكال جيومتري فباخدها من البروفايل التصميمي. ده شكل البروفايل بتاعنا الخاص بالرود رقم 1. طيب انا عايز ارسم بروفايل تصميمي خاص بالرود رقم 2. لو تلاحظوا ان الرود رقم 2 بادئ من نقطه انترسكشن مع الرود رقم 1. طيب انا الطريق ده المفروض ان انا عملت له بروفايل تصميمي. يعني ايه بروفايل تصميمي يا جماعه؟ خط البروفايل التصميمي بيمثل لي منسوب سطح الاسفلت فوق الالاينمنت اللي انا اخترته. معنى كده ان البروفايل التصميمي في منطقه التقاطع دي المفروض لو انا هرسم بروفايل تصميمي للطريق الثاني ده ابتدي من نفس المنسوب اللي هو رابط عليه على البروفايل التصميمي القائم. طب ننقل الكلام ده ازاي؟ ننقل البروفايل التصميمي ازاي؟ هنروح هنا على البوينت جروب هنبتدي نكريت مجموعه نقط. هنقول له ان انا عايز اكريت مجموعه نقط اسميها الاي ان انترسكشن بوينت. ادخل هنا على البيزك ابتدي اختار الستايل البي بي وابتدي اختار هنا الليبل ستايل الاي او واقول له ان الجروب ده انكلود النقط اللي الديسكريبشن بتاعها بيبدا باي ان وهدي له نجمه صغيره كده واقول له اوكي. دلوقتي هو كريت لي مجموعه نقط. مجموعه النقط دي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده انا لسه ما عنديش اي نقط في البرنامج فعشان كده مفيش هنا المربع اللي بيظهر هنا في مربع بيبقى جواه نقطه سوداء كده بيظهر هنا وبيظهر عند البوينت. معنى المربع ده لو موجود ان الفايل بتاعي بيحتوي على نقط. طيب احنا دلوقتي عايزين نبتدي نكريت نقطه نحطها في المكان ده. النقطه دي هنسميها انترسكشن بوينت تمام. هننقل بيها منسوب البروفايل التصميمي ده للبروفايل التصميمي الجديد اللي احنا عايزين نكريته. هنروح على البوينت كليك يمين كرييت وبعد كده هنبتدي نضيف نقطه بشكل مانوال. هيقول لي فين مكانها. هاجي في نقطه الانترسكشن بالشكل ده وادي له النقطه. هيقول لي اديها ديسكريبشن هقول له اي ان 1 انتر. اديها اليفيشن هقول له الاليفيشن بتاعي هيكون صفر. طبعا هنا الجروب حس ان في نقطه واخده الديسكريبشن بتاعه لازم اقول له ابديت عشان تبتدي تاخد ستايل النقطه تاخد الدايره دي وهنا يظهر جنبها الايه الليبل ستايل خاص بيها. طيب النقطه دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني ان انا هروح على البروفايل بتاع الطريق اللي انا خلاص صممته هسلك كده على الجريد فيو واقول له ان انا عايز اعمل اسقاط لعنصر على البروفايل ده بروجكت اوبجكت بروفايل فيو. هيقول لي فين العنصر. هقول له العنصر موجود عند حضرتك في البلان اسمه الاي ان 1. اسلك كده وادي له انتر. هيقول لي طيب منسوب العنصر ده هتاخده منين يا شباب؟ هو بيسالني هنا في الاليفيشن اوبشن منسوب العنصر ده انت هتاخده منين؟ مديني هنا
ان انا استخدم الاوبجكت. طيب الاوبجكت اصلا والانسر، وانا النقطه انا بحطها اديتها ديسكريبشن اي ان 1 واديتها اليفيشن 0. لو قلت له يوز اوبجكت هيحط لي هنا المنسوب 0، لكن انا عايز احترم منسوب التصميمي، منسوب البروفايل التصميمي للرود القائم. هقول له هنا اضغط هنا واختار هنا الرود 1 ديزاين بروفايل. المفروض ان هو لما اعمل اسقاط للنقطه دي على البروفايل القائم هيبتدي ياخد يحط لي النقطه دي على البروفايل التصميمي، وكمان هيظهر لي عندها مجموعه من الكتابات. هندخل هنا نعدل الكتابات اللي هتظهر، اديت على اضغط على البيزك وبعدين اضغط هنا اديت، ادخل على اللاي اوت، ادخل على محتوى التكست، هنا نشيل الاكواد اللي موجوده دي كلها، نقول له شيل الكلام ده كله واظهر لي الستيشن، كمان اظهر لي الديسكريبشن، وكمان اظهر لي الاليفيشن. الستيشن بتاع النقطه على الطريق القائم هناخدها من السورس ستيشن، الديسكريبشن هناخدها من الديسكريبشن، اما الاليفيشن عندي حاجتين، يا اما اخد الاليفيشن من السورس ستيشن من مصدر النقطه اللي هي منسوبها زيرو، يا اما اخد المنسوب من البروجكشن اليفيشن منسوب الاسقاط. انا قلت له اديني النقطه دي على البروفايل التصميمي، فانا كمان هقول له اظهر لي المنسوب من البروفايل التصميمي القائم ده. هختار هنا البروجكشن اليفيشن واقول له هنسلك او نقف قصاد الزد كده وبعدين نسحبها لفوق بباك سبيس وبعد كده نديله مسطره. الفكره من الحركه الاخيره دي ان انا يبقى عندي صفين بس من الكتابات، الصف اللي فوق يكون فيه الستيشن والصف اللي تحت يكون فيه توصيف للنقطه مع الاليفيشن اللي هيظهر. هنسلك على الكتابات دي كلها ونروح نقول له ان احنا عايزين الكتابات دي تبقى باللون الاصفر مثلا، نديها الفونت بتاعنا اي سكوب 2 وبعد كده هقول له اوكي 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 اوكي. لو رحنا دلوقتي على البروفايل القائم يا جماعه هنلاقي ان هو عمل لي اسقاط لنقطه على البروفايل. شوفوا النقطة هنا اتحطت على الخط الأزرق، وكمان بيقول لي موجودة على النقطة دي على ستيشن كذا على الالاينمنت رقم واحد، رود رقم واحد، والديسكريبشن بتاعها اي ان واحد، والاليفيشن بتاعها 1012.977. هو ده المنسوب اللي المفروض ان انا احترمه لما اجي ارسم البروفايل التصميمي، اما اجي ارسم البروفايل التصميمي الايه يا جماعة الجديد. هنروح 1012.977 احفظها او اكتبها في ورقه خارجيه. سلك هنا على البروفايل اللي انت عايز تكريت له بروفايل تصميمي وقول له بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، اعمل لي اسقاط لعنصر على البروفايل فيو. هيقول لي فين العنصر، اقول له النقطه دي واقول له انتر واقول له خد لي منسوبها منين. طبعا ما عنديش غير ان انا اخد منسوبها من بروفايل الارض الطبيعيه، فهختار بشكل مؤقت منسوب النقطه من الارض الطبيعيه، او ان انا اقول له انا هدخلها بشكل مانوال اللي هي 10 12.977 977. اوكي. اللي هو نفس المنسوب اللي هنا ده يا جماعه 10 12.977. تمام؟ على طول هو هيحط لي النقطه هنا زي ما انتم شايفين كده، حط لي النقطه فين؟ ما حطهاش على البروفايل بتاع الارض الطبيعيه. هنسلك على البروفايل ده وبعدين نروح نقول له بروفايل كريت بروفايل باي لاي اوت، وده هنسميه رود 2 ديزاين بروفايل. ديزاين كريتيريا اوكي، وبعد كده هروح هنا اقول له درو تانجنت، تانجنت وسكير. هبتدي اختار، لازم ابدا من منسوب النقطه دي عشان ابقى رابط صح على الطريق القائم، وهمشي مع شكل الارض الطبيعيه، اطلع مع الطالع وانزل مع النازل. زي مثلا ده شكل البروفايل التصميمي بتاعنا. هنسلك على الجريد فيو وندخل نظبط البندات، الاول والثاني ارض طبيعيه، الثالث الاثنين ياخدوا ديزاين بروفايل، الرابع ياخد ديزاين بروفايل في البروفايل 2، والخامس نفس الكلام، والسادس ياخد ديزاين بروفايل في البروفايل 1. وانا كده ظبطت البروفايلات الخاصه برود 1 ورود 2. الاثنين متقاطعين في نفس المستوى، فانا نقلت النقطه بنفس المنسوب، يعني البروفايل التصميمي هنا والبروفايل التصميمي هنا عند نقطه التقاطع منسوبهم واحد. تمام كده يا جماعه؟ طيب تعالوا بقى نبتدي نعمل تصميم لشكل القطاع العرضي للطريقين دول، لان الطريقين دول القطاع العرضي بتاعهم تقريبا واحد. هنروح نسلك على الكوريدور كرييت اسمبلي، الاسمبلي ده هنسميه اسمبلي ايه مثلا، وبعد كده اقول له اوكي. هنا هحدد المكان اللي انا هرسم فيه الاسمبلي، هضغط هنا يبتدي يرسم لي اسمبلي. انا عايز ارسم العناصر بتاعتي،
الطريق او الطرق الحضريه اللي انا راسمها دي من السنتر لاين عندي نص جزيره وبعد كده عندي حارتين وبعد كده عندي الرصيف ونفس الكلام في الجهه الثانيه فانا عايز ارسم الشكل ده فهنروح هنا على التول باليت هنختار من هنا اللين تمام واختار من اللين دي حاجه اسمها اللين فروم تيبر ميديان 1 اختار الاختيار ده تحديدا تمام هنا هرسم الحاره في اتجاه الرايت عرض الحاره مش هعتمده من الخصائص دي مش هعتمده من البارامترز دي المفروض ان انا هبتدي اتارجت على الخطوط اللي انا عاملها فخليه 3.6 تمام وبعد كده الديفولت سلوب 2% هدي له سمك الطبقات 5 سم مثلا اسفلت و6 سم طبقه اسفلت رابطه و20 سم طبقه اساس وطبقه الاساس المساعد احنا عايزين نخليها صفر هنسلك وبعدين نروح نرسم الحاره بتاعتنا في اتجاه الرايت زي ما انتم شايفين كده تمام وبعد كده هنروح نكمل خلوا بالكم انا لسه ما رسمتش هنا الجزيره الوسطيه طيب هنكمل ايه اللي بعد الحاره هنا عندي رصيف طب ايه اللي بيفصل الرصيف عن الاسفلت عندي بردوره البردوره اسمها الكيرب ستون هندخل هنا على الكيرب هنختار هنا حاجه اسمها الاربن كيرب جتر جنرال هنضغط عليها وبعدين تعالوا نرسم البردوره هيبقى مكانها هنا زي ما شايفين سمك طبقات الرصف هنا انا عامل 5 و26 يعني 31 سم وسمك طبقات الرصف بتاع البردوره زي ما انتم شايفين اكبر من سمك طبقات الرصف تحت الاسفلت الكلام ده طبعا مش منطقي على الاقل يبقى طبقه الاساس او الاساس المساعد تحت البردوره منسوبها نفس منسوب الاسفلت تمام كده في كمان هنا اكستنشن لطبقه الاساس المساعد انا مش محتاجه وكمان هنا مديني مسافه المسافه دي اسمها الجتر طبيعي ان الميه تيجي على جنب الطريق وتتجمع في الجزء الخرساني او الجتر المسافه دي وتمشي في الاتجاه الطولي عشان نجمعها عند الاماكن الكاتش بيزن الخاصه بيها تمام هنسلك ونظبط الكلام ده نسلك على البردوره كنترول واحد ونقول له ان احنا مش محتاجين الجتر وكمان مش محتاجين الاكستنشن الاكستنشن ده نخليه صفر اللي هو الزياده في طبقه الاساس المساعد دي خليها صفر وهنا سمك طبقات الرصف تحت البردوره على الاقل تكون نفس سمك طبقات الرصف تحت الاسفلت 31 سم فاضل لنا بس الجتر لما نيجي ندور على الجتر يا جماعه في شكل القطاع مش هنلاقي حاجه اسمها الجتر بس هنلاقي مجموعه من الدايمنشن دايمنشن A B C D طب الجتر اي حاجه في الدايمنشن دول هنقعد نجرب لا طبعا حضرتك اخرج من الخصائص دي وروح على الكيرب اللي انت اخترته كليك يمين وقول له هيل هيروح مدخلك على طول على الاوتوديسك هيل وهيفتح لك النافذه اللي قدامك دي يقول لك ان الدايمنشن اللي انت بتدور عليه اسمه الدايمنشن B تمام كده خلاص انا عرفت دلوقتي ان ده الدايمنشن اللي انا عايز استغنى عنه عايز اقول له مش محتاج الجتر هنسلك كنترول واحد واقول له الدايمنشن بي انت واخده كام 400 مللي خليه 1 سم بالشكل ده احنا كده رسمنا شكل البردوره بعد البردوره يا جماعه بيبقى عندي رصيف فاختار هنا الاربن سايد ووك وبعدين هنا بيسالني عن عرض الرصيف طبعا انا عامل عرض الرصيف 5 متر وهنخليه هنا 1.5 السلوب 2% رامي كده على الاسفلت وسمك الرصف بتاع الرصيف يعني لو عندي بلاط مزايكو مثلا او انترلوك بيبقى السمك بتاعه عامل ازاي فهنا مديني الدبس 10 سم هنروح هنا نسلك ونرسم الرصيف بتاعنا زي ما انتم شايفين طبعا بعد الرصيف بيكون في مباني فمش هنعمل دي لايت مش هنعمل ميول جانبيه طيب خلصنا من الجزء ده طيب انا عايز ارسم الجزيره لا عشان ارسم الجزيره لازم اتحرك شويه بالايه اتحرك شويه باللين دي ناحيه جوه فهنسلك على اللين نقول له كنترول واحد وهنيجي على حاجه هنا اسمها الانسايد ادجستمنت عشان كده انا اخترت اللين فروم تيبر ميديان 1 اقول له اقطع لي مسافه متر من جوه بشكل مؤقت عشان ارسم الجزيره بتاعتي طيب الجزيره بتاعتي اللي بيفصلها عن الاسفلت بردوره شبيهه بالبردوره دي هنسلك على البردوره دي كليك يمين ونقول له ميرور ميرور فين يا فندم عند النقطه دي هيسالني دلوقتي سؤال بيقول لي انت عايز تعمل ميرور لحاجه في نفس الاتجاه من الاسمبلي في الرايت ايوه يا فندم عايز اعمل ميرور بالشكل ده هنسلك على كل العناصر دي كليك يمين ونقول له ميرور ميرور فين اقول له ميرور حوالين الاسمبلي بعد كده فاضل لنا ان احنا نرسم الجزيره
الوسطية، أنا عايز أرسم الإيه الجزيرة الوسطية، فهروح من هنا أختار الميديان، أدور عليها كده، وهلاقي نوعين من الجزيرة الوسطية ينفعوا مع القطاع بتاعي، في حاجة اسمها الميديان رايزد كونستانت سلوب، وحاجة تانية اسمها الميديان رايزد وسكراون، دي فيها ميول ودي ما فيهاش ميول، اختار اللي تعجبك فيهم على حسب الديزاين الخاص بيك. أنا هختار دي مثلا اللي هي الكونستانت سلوب، وبعدين أرسمها هنا. هلاقي إن الجزيرة اترسمت لكنها مكملة معايا، ما وقفتش لحد الايه البردوره الثانيه. طب احنا عايزين نوقفها عند النقطه دي، هنعمل ايه؟ هنقول له سكيب، اهرب من الامر، وبعد كده هروح على حاجه اسمها الجينريك، ندور عليها اهي، هلاقي هنا حاجه اسمها المارك بوينت، هضغط عليها واقول له ان انا عايز اعمل مارك بوينت الباسورد او الكود بتاعها هيبقى بي اكس واي زد مثلا. تمام، هنروح نرسم المارك بوينت هنا، اداني هنا مثلث ده المارك بوينت. هنسلك بقى على الجزيره ونقول له كنترول واحد، ونقول له المارك بوينت بتاعتنا هتبقى اكس واي زد. اول ما تشوف المارك بوينت دي اقف عندها. طبعا هو دلوقتي يفهمها لكنه مش هيعدل في شكل الاسمبلي، شكل الاسمبلي هيفضل على الوضع ده. لما اركب الكوريدور وابتدي اخرج قطاعات عرضيه هلاقي ان هو احترم لي المارك بوينت دي. بعد ما بخلص رسم الاسمبلي ده يا جماعه، هسلك هنا واسلك هنا على الحاره اللي انا كنت واخد منها انسايد ادجستمنت 1 متر، وطبعا بعد كده عملت لها ميرور، فبسلك عليهم هما الاثنين واقول له شيل الانسايد ادجستمنت رجعه لي تاني صفر. حصل تداخل زي ما انتم شايفين في الشكل، انا ما يهمنيش التداخل ده، هو دلوقتي البرنامج فاهم انا عايز اعمل ايه، انا اديته كل الاكواد وربطت كل حاجه بمكانها المظبوط. تمام كده، تعالوا بقى نروح نبتدي نكريت الكوريدور للرود الاولاني. كوريدور كرييت كوريدور، ده هنسميه رود 1 كوريدور، هنختار من هنا الرود 1، الاسمبلي هتحط على الرود 1 ديزاين بروفايل، الاسمبلي اللي انا هشتغل بيه هو الاسمبلي ايه، التارجت سيرفيس هو الام جي ال، اوكي، وبعد كده هيبتدي يظهر لي النافذه اللي قدامي دي. لو انا دلوقتي قلت له ابلاي او قلت له اوكي، هيروح حاطط لي الاسمبلي بالعروض اللي موجوده فيه، يعني انا واخد الحاره هناك ب 3 متر و6 من 10، لكن انا عندي هنا حارتين، واخد الرصيف هناك بمتر ونص، لكن عندي الرصيف هنا عرضه 5 متر، فعشان كده انا لازم اديله عروض من الرسم. فهروح هنا على التارجت، هلاقي هنا في حاجه اسمها اللينوت تارجت، نهايه عرض الحارات في اتجاه الرايت هتحددها منين؟ هضغط على كلمه نان واقول له ان انا عايز احددها من الرسم. طبعا المسار بتاعي في الاتجاه ده يبقى اليمين بتاعي هو اللي فوق، نهاية عرض الحرارة بيمثلها لي الخط ده وكمان الخط ده، هنقول له انتر. بعد كده الميديان ايدج، نهاية عرض الميديان في اتجاه الرايت، هقول له سيلكت فروم دروينج واقول له حدود الميديان هي الخط ده والخط ده، ونقول له انتر. بعد كده هيسألني عن السايد ووك، هقول له سيلكت فروم دروينج واقول له حدود السايد ووك او الرصيف الخط ده والخط ده، واقول له انتر. ده بالنسبة للرايت يا جماعة، ده كله رايت. الكلام ده هرجع تاني اكرره في اللينوت تارجت ليفت، عرض الحرارات في اللينوت تارجت في اتجاه الليفت، وهنا الميديان في اتجاه الليفت، هقول له الميديان هي دي حدودها وهي دي كمان حدودها، وعندي كمان السايد ووك، هي دي السايد ووك دي حدودي في اتجاه الليفت. دلوقتي هقول له اوكي اوكي اوكي، واقول له هنا ريبيلد للكوريدور. دلوقتي ركب لي الكوريدور بتاعي زي ما انتم شايفين. الكوريدور ده يا جماعه هنسلك عليه كليك يمين كوريدور وروبرتس، وهدخل هنا على السيرفيس اقول له ان انا عايز اكون سطح، السطح ده هسميه رود 1 توب، ده السطح الفاينل بتاع الرود 1. هناخد هنا الكود بتاعه توب اد از بريك لاين توب لينكس، وهنا الباوندري او الحدود بتاعتنا هناخدها من اخر خط موجود عندي في اليمين والشمال. دلوقتي كريت لي سطح، لما نيجي نبص عليه كليك يمين اوبجكت فيور، ده شكل السطح اللي اتكريت عندي يا جماعه، ده شكل المسار بتاعي او شكل سطح الطريق. طبعا هنا الطريق بتاعنا ده فيه كيرف نازل لتحت ساج، فواضح جدا الميل الطولي اهو، ولو قربنا كمان شويه حضرتك هتلاحظ هنا في الميل العرضي بتاع الحارات، وبعد كده في ارتفاع 15 سم بتاع البردوره، وبعد كده عندي الرصيف، وهنا برضو الارتفاع 15 سم الخاص بالبردوره، وبعد كده عندي الايه؟ عندي الجزيره وهكذا.
المشكله بقى في منطقه الانترسكشن، منطقه التقاطع. طبعا حطيت الاسمبلي بتاعي من البدايه للنهايه، اسمبلي ايه شغال معايا من البدايه للنهايه، لكن المنطقه دي اولا ما فيهاش جزيره، ثانيا ما فيش حاجه يتارجت عليها في اتجاه اليمين، عشان كده لازم اجي اقول له ايه، لازم اجي اقول له هنسلك هنا على الكوريدور، الكوريدور ده كليك يمين، كوريدور بوبرتس من اوله لاخره يا جماعه ريجون واحد، اهو ريجون واحد من اول ستيشن لاخر ستيشن، تمام. طيب لو انا دلوقتي عايز اقسم الريجون بتاعي ده، بنسلك هنا نقول له سبلت ريجون، اقطع لي في الريجون، هيقول لي سلك الريجون، طبعا في اي مكان هضغط يبقى انا سلكت الريجون، تمام كده. هاجي اقرب من النقطه دي، تمام، واقول له ادي له ضغطه كده، يبقى انا كده سلكت الريجون. بيقول لي حدد النقطه اللي انت عايز تقطع عندها، اقول له اي ان دي عشان يختار نقطه الاند بوينت بالظبط، وادي له كمان مره انتر. بصوا هنا ابتدى يقطع لي، بقى عندي ده ريجون وده ريجون. طب عايز اقطع في الريجون الثاني ده، اقول له الثاني سبيرت ريجون، اختار الريجون، هقرب من النقطه اللي انا عايز اقطع عندها، واضغط ضغطه بالماوس كليك شمال، وبعد كده هقول له اي ان دي على اساس ان هو اختار لي الاند بوينت، وادي له كمان ضغطه عندها. دلوقتي بقى عندي كام ريجون يا شباب؟ دلوقتي بقى عندي ثلاثه ريجون، ادي ريجون وادي الثاني، والريجون اللي في النص اللي فيه المشكله ده اللي انا عايز اتخلص منه او عايز احل المشكله بتاعته. طيب نحل المشكله بتاعته ازاي؟ هنيجي هنا على الاسمبلي ده، نقول له سي او خد لي منه كوبي. هو الاسمبلي ممكن اكبر، اشيل الجزيره، انا الريجون ده ما فيهوش جزيره، واشيل كمان الجزء اللي في اليمين ده انا مش محتاجه، انا محتاج بس الريجون اللي في الشمال. هنسمي ده كنترول واحد، الاسمبلي ده هنسميه اسمبلي بي. بس كل المطلوب من حضرتك يا باشمهندس انك تيجي على الريجون ده تسلك وتقول له موديفاي ريجون، ريجون بروبرتيز، تضغط هنا هيقول لك انا مستخدم اسمبلي ايه، قول له لا شيله وحط لي مكانه الاسمبلي بي. اوكي اوكي سكيب. ده شكل الايه، ده شكل الاسمبلي بتاعي، والسطح كمان بتاعي في منطقه الانترسكشن بقى شكل الطريق عامل كده. فاضل بس الجزء ده، والجزء ده هيظهر معانا في الديزاين الخاص بالانترسكشن، تمام. يبقى انا دلوقتي صممت الطريق ده، تعالوا بقى نروح على الطريق الثاني، ونقول له كوريدور كرييت كوريدور، انا عايز اكريت الكوريدور بتاعه للروت 2، روت 2 كوريدور، اختار هنا الروت 2 مع الديزاين بروفايل الخاص بي مع الاسمبلي اللي هو الاسمبلي ايه يمشي معايا فوق في الطريق الثاني لانه تقريبا نفس العناصر. اوكي هنا بس عشان ما نقعدش نعمل سبلت ريجون كتير، هو هيبتدي من ستيشن 0 يحط لي الاسمبلي، لا انا عايزه يبتدي من الستيشن دي من بدايه الايه الجزيره عشان ما ارجعش اقطع الحته دي تاني، فاضغط هنا واقول له البدايه بتاعتي هتبقى عند نقطه الاند بوينت دي. يبقى انا حددت له البدايه بتاع الكوريدور، وهنا هدخل ادي له التارجت اللين ويتس تارجت اتجاه الرايت، سيلكت فروم دروينج، ادي حدود اللين ويتس تارجت، انتر في اتجاه الرايت، والميديان في اتجاه الرايت، سيلكت فروم دروينج، ادي الميديان في اتجاه الرايت، وعندي سايد ووك سيلكت فروم دروينج، ادي حدود السايد ووك في اتجاه الرايت، وعندي اللين ويتس تارجت في اتجاه الليفت. اوكي وعندي الميديان في اتجاه الليفت، ما سلكش، نرجع تاني نختار الخط بتاعنا. اوكي والسايد ووك في اتجاه الليفت، هذه السايد ووك في اتجاه الليفت. اوكي 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 ريبيلد الكوريدور، اعاده بناء للكوريدور. بعد كده هنروح نسلك على الكوريدور ده، كليك يمين كوريدور بروبرتس، نكرت سطح، السطح ده هيبقى اسمه رود 2 توب، هنعتبره توب، هذا بريك لاين وادي توب لينكس، الباوندري هنكريتها ريبلد للكوريدور، سوري ريبلد للكوريدور عشان نكرت معاه السطح، ادي السطح ده مع السطح ده، كليك يمين اوبجكت فيور، ورينا كده شكل السطحين او شكل الطريقين مع بعض، ادي شكل الطرق يا جماعه مع بعضها. فاضل بس منطقه الانترسكشن، ودي عشان نصممها هنروح على الجزء اللي في النص ده ونقول له edit frequency، بدل ما انت عامل لي خط الكوريدور المسافه بين كل خط والتاني واعملها لي 20 متر، هضغط هنا واقول له الفريكوانسي خليه في اماكن التانجنت كل واحد متر عشان يظبط بس معايا شكل الايه
شكل السطح او شكل الكوريدور. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي السطحين دول، فاضل المنطقه بتاع الانترسكشن. منطقه الانترسكشن دي عشان نصممها هبتدي اختار الخطين اللي هم الايدج دول، واخد منهم كنترول سي. هنفتح فايل جديد، كليك يمين، كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت، زد اي انتر، زوم اكستند، هسلك اقول له اكسبلود، فجر. انا محتاج الكيرف ده ومحتاج الكيرف ده، ومحتاج كمان اغير الوانهم، يبقى مثلا واخدين اللون الاصفر مثلا عشان يبقوا مميزين بالنسبه لي. ودول عباره عن اركات، ده ارك وده ارك، تمام، الاثنين عباره عن اركات. تمام يا شباب، فهسلك عليهم كده او هقول له هنا بي اي انتر بي فور بوك، تاني بي اي انتر، هختار هنا ملتوي وهسلك على الخط ده والخط ده واقول له انتر كمان مره، انتر كمان مره، انتر. لما نيجي نسلك عليهم يا شباب كنترول واحد، الاقيهم هما الاثنين يتحولوا لبولي لاين. عفوا يا باشمهندس مصطفى، هنسلك عليهم كنترول سي ونرجع بيهم على الفايل بتاعنا، كليك يمين، كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت. كل خط من دول هبتدي اعمل منه الاينمنت، كرييت الاينمنت فروم بولي لاين، اختار من هنا على اساس ان هو يحدد لي اتجاه الاينمنت، يبقى ماشي في الاتجاه ده، انتر انتر، وده هنسميه سي ار 1 كيرب تيرن 1. هنختار من هنا الليبلز بتاعتنا، نو ليبلز، مش عايز ليبلز، مش عايز سرعه تصميم ولا حاجه. الالاينمنت ده مجرد حاجه كده اضافيه هبتدي اكريت بيها بس الجزء بتاع الانترسكشن، لكن هو بالنسبه لي مش الاينمنت منفصل. الاينمنت، كريت الاينمنت فروم بولي لاين، اختار الخط من النقطه دي على اساس ان هو يبقى ماشي في نفس الايه؟ في نفس يعني ده ماشي كده على يمينه في رصيف وعلى شماله اسفلت، وده ماشي كده على يمينه رصيف وعلى شماله اسفلت، ماشي في نفس الاتجاه. ده هنسميه كيربر تيرن 2، وبرده مش هنديله ليبلز ولا اي حاجه. كل الاينمنت من دول يا جماعه هبتدي اروح اقول له بروفايل، كريت بروفايل فروم سيرفيس للكيربر تيرن 1 على سطح الارض الطبيعيه، اد درو، ادخل هنا اظبط الهايت بتاعي دي نخليها 1005 ودي نخليها 1020 ونقول له كرييت بروفايل دي. اضغط في اي مكان هنرسم لي شكل البروفايل بتاع الايه؟ بتاع الكيرب الثاني ده. بروفايل، كرييت بروفايل فروم سيرفيس للسي ار 2 على الان جي ال، اد درو، وهنا هقول له الهايت بتاعي 1005 1010. كريت بروفايل فيو، اضغط في اي مكان عشان يبتدي يرسم لي البروفايل بتاعي. طبعا هنا الكتابات الخاصه بالليبلز دي ممكن ادخل على البروفايل بروبرتي ستايل مثلا واقول له هنا في الكتابات اللي موجوده عندي دي ممكن نخليها مثلا 10، سلك هنا نخرجها بس عشان تبقى ظاهره عندي في ظاهر عندي البروفايل انا بتعامل معاه. ده بالنسبة للرايت، بالنسبة للليفت خلي دي ماينس 10، نظبط الكود بتاعها. ده شكل البروفايل بتاع الكيربر 10-1 وده البروفايل بتاع الكيربر 10-2. لما اجي ارسم بروفايل تصميمي يبقى لازم طبعا هنا الالاينمنت ده رابط على السطح ده في البدايه ورابط على السطح ده في النهايه، فلازم احترم مناسيب الاسفلت او مناسيب السطح اللي هو رابط عليه. هنسلك هنا ونقول له سبوت اليفيشن ونسلك على السطح ده، واجي عند نقطه الاند بوينت دي وادي له ضغطه، وهنا نفس الكلام وانا على نفس السطح هختار الايه؟ الاند بوينت دي. سكيب، سلك على السطح الثاني،
تمام. دلوقتي انا عايز ارسم بروفايل تصميمي للبروفايل ده، يبقى لازم احترم منسوب نقطه البدايه اللي هربط عليها ومنسوب نقطه النهايه 10 12 55 10 12 56. فهنسلك هنا على البروفايل بتاع الكيرب 201 وبعدين نقول له اد فيو ليبل ستيشن اليفيشن. الستيشن هو بيسالني عليها، احدد له على بدايه البروفايل كده، قول لي الاليفيشن بتاعها، اقول له الاليفيشن بتاعها 10 12.55، النهايه 10 12.56. سكيب، اخرج من الامر. هنكرر نفس الكلام هنا، منسوب البدايه بتاع الالاينمنت الثاني او الكيرب الثاني 10 12 56 وهنا 10 12 96. اتاكد بس ان احنا رابطين المكان الصح. تمام، 10 12 56 عند البدايه و 96 عند النهايه. هنسلك هنا وبعدين نقول له اد فيو ليبل ستيشن اليفيشن. البدايه اهي 10 12.56 وهنا 10 12.96. تمام. دلوقتي ممكن اروح اقول له ان انا عايز ارسم بروفايل تصميمي باي لاي اوت للكيرب ريتيرن ده، ده هنسميه سي ار 1 ديزاين بروفايل. وهنا اقول له درو تانجنت، تانجنت هوصل نقطه البدايه دي بنقطه النهايه. فانا احترمت منسوب الاسفلت لان هربط عليه في البدايه والنهايه. نفس الكلام هكرره فين يا جماعه؟ هنا سلك نديله مسطره ونقول له ده هنسميه سي ار 2 ديزاين. اوكي. وهنا هختار درو تانجنت، تانجنت وسكير وزاود كيرب، سوري انا اسف، هي اصلا كلها على بعضها المسافه لا تذكر. ودلوقتي بقى عندي الاينمنت وبروفايل تصميمي ليه، عندي الاينمنت وبروفايل تصميمي ليه. طيب شكل الاسمبلي هنا يا جماعه هيبقى على اليمين رصيف وعلى الشمال اسفلت. طب الرصيف وهيتارجت على الخط ده، الاسفلت هيتارجت على ايه او اللين؟ هيتارجت على الالاينمنت ده والالاينمنت ده بس كده، هيتارجت عرض. المفروض ان انا تارجت عرض وتارجت كمان على البروفايل التصميمي عند الالاينمنت ده والالاينمنت ده كمان سوق. تمام كده. طيب تعالوا نعمل الاسمبلي بتاعنا الاول اللي هيمشي مع الشكل ده. هنسلك ونقول له سي او خد لي كوبي. هنشيل من هنا السايد ووك، هنشيل كمان الجزيره الوسطيه، وهنشيل من اليمين الحرارات. ده شكل القطاع اللي انا محتاجه، هنسميه قطاع السي ار الكير ريتيرن. الطبيعي طبعا لما اجي ارسم هنا الحاره هتبتدي من هنا، فالمفروض انها طالعه للعالي تربط فوق. فانا لو سبت القطاع ده على وضعه وركبته هلاقي ان في عندي مشاكل في الميول، عشان كده انا هسيبه على وضعه. تمام. بس الميول هبتدي احترمها منين؟ من البروفايلات التصميميه الخاصه بالالاينمنت اللي انا هربط عليه. ما انا مش عارف انت بتعمل ايه يا باشمهندس عشان خطوط الكونتور ما تظهرش معاك ليه؟ جايز انت واخد انترفال كبير جدا والموضوع ما يسمحش انك تاخد الانترفال ده، فقرب المسافات بينهم. خلاص يا جماعه دلوقتي عملت الاسمبلي. حاجه اخيره قبل ما نركب الكوريدور، انا لو ركبت الكوريدور للجزء ده لوحده يبقى انا اتعاملت مع الجزء ده انه الاينمنت مسار منفصل، عشان كده انا هقول له لا خد مثلا الكوريدور ده هنسلك عليه وضيف لي بيز لاين جديد ليه. هيقول لي فين البيز لاين؟ هقول له الكيرب ريتيرن 1 بالنسبه لي بيز لاين، والبروفايل التصميمي بتاعه هو البيز لاين بتاع الاليفيشن الخاص بيه. تمام. بعد كده هنسلك على الكوريدور ده ونقول له اد ريجون. هنا هيسالني حدد البيز لاين. الاول كان البيز لاين بتاعي هو الالاينمنت ده، لكن دلوقتي الكوريدور ده بقى فيه اثنين بيز لاين، ده وده اللي انا لسه ضايفه. لكن ده طبعا لما تقرب له مفيش اي حاجه، تقرب لده هيظهر هنا الايه اللون الاحمر ده، معناه ان الاثنين الاينمنت دول بقوا مرتبطين مع بعض بنفس الكوريدور. هنسلك هنيجي هنقرب من الايه من ده وندي له كليك شمال بالماوس وبعدين نقول له اف انتر. انا عايز الايه؟ عايز الاسمبلي او البيز لاين ده اف يعني فل القطاع اللي انا هديه لك ابتدي املا لي بيه الايه الالاينمنت. اختار هنا القطاع اللي اسمه كيرب ريتيرن واقول له اوكي. اسالني عن اللي نوت تارجت في اتجاه الرايت، هقول له سيلكت فروم دراونج واقول له دي حدود اللي نوت تارجت الخط ده. وهيسالني كمان عن سوري ده السايد ووك في اتجاه الرايت، اللي نوت تارجت في اتجاه الليفت هقول له سيلكت فروم دراونج. بس المره دي هقول له لا انا هسلك من الالاينمنت، انا عندي الرود 1 ده بالنسبه لي تارجت والرود 2 بالنسبه لي تارجت.
ده بالنسبه للايه؟ للعروض. لكن بالنسبه لربط المناسيب في الليفت، هنا في حاجه اسمها سلوب اند اليفيشن تارجت، هلاقي اوتسايد اليفيشن تارجت، هضغط هنا اقول له انا هسلكها من خلال البروفايلات. الرود 1 ديزاين بروفايل بالنسبه لي هيبقى تارجت منسوب، والرود 2 بالنسبه لي هيبقى رود ديزاين بروفايل، رود 2 ديزاين بروفايل هيبقى تارجت بالنسبه لي. اوكي، هلاقي ان هو على طول ابتدى يديني الايه، ابتدى يديني الشكل. هنسلك هنا يا جماعه على القطاع ده واقول له edit frequency واختار الريجن ده، edit frequency واختار الريجن ده واقول له في اماكن، في مكان الكيرفات في الريجن، طبعا الريجن كله كيرف، خلي لي الفريكوانسي كل واحد متر واقول له اوكي سكيب. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. ادي شكل الايه، ادي شكل الطريقين مع بعض. الاسطح كليك يمين اوبجكت فيور. شكرا يا جماعه، هنا انا ربطت الطريقين مع بعض، الطريقين واخدين، شوفوا هنا عند منطقه الربط تحس ان الايه مفيش فرق منسوب، هو بالفعل مفيش فرق منسوب، لما حتى لو الخط ده ظهر معاك مجرد خط بيقول ان في اثنين ريجن، ممكن يظهر معاك وممكن ما يظهرش معاك. يعني مثلا في القطاع الثاني ده لما نيجي نبص هنلاقي هنا ايه، طبعا عشان ده سطح وده سطح فهو بس محدد لي حدود السطح ده مش اكتر، لكن المنسوب هنا واحد، انا كده احترمت الايه المنسوب. هنا في تضليعه ظهر عندي في الايه، في منطقه الكيرفات، ودي حلها ان احنا هنروح نسلك هنا على الكوريدور ده واقول له edit frequency، اختار الريجن اللي انا عايز اكسر فيه الفريكوانسي ده واقول له ضيف لي فريكوانسي بشكل مخصص في المنطقه دي، اديله كام ضغطه كده على اساس ان هو يزود لي الفريكوانسي، فهيظبط معايا شكل التضليعه دي ويديني شكل الكيرف. شكل الكيرف هنا ظبط. تاني نسلك هنا نديله مسطره وبعدين نختار هنا الريجن وبعدين نبتدي نزود الايه؟ الفريكوانسي. كل نقطه انا بضغط عليها بحط لي عندها هو خط فريكوانسي، خطوط هنا هتتكثف وهتظبط معايا الايه؟ شكل الكيرف. نفس الكلام هنا، سلك اديله مسطره على الريجن وبعدين اختار هنا ده شكل الايه؟ الفريكوانسي. اوكي، هنا شكل الكيرفات تقريبا ظبط معايا. لو جينا بصينا تاني على السطح ده مع السطح التاني في الاوبجكت فيور كده يا جماعه، شكل الايه؟ شكل الجزيره تقريبا ظبط معايا بالشكل ده. طبعا الجزء الثاني بنفس الكيفيه، هنروح نسلك على الكوريدور ده ونقول له اد بيز لاين، ضيف لي بيز لاين جديد، هختار السي ار 2 المره دي مع الديزاين بروفايل الخاص بيه، رود 2 ديزاين بروفايل. وهنا هروح اقول له اد ريجن، ضيف لي قطاع، هختار هنا اقرب من الايه؟ من البيز لاين ده واقول له كليكايه شمال اف انتر واختار هنا الكير واقول له اوكي. الويتس تارجت في اتجاه الرايت اقول له احددها من خلال البولي لاين اللي موجود عندي، اللي هو سوري مش الويتس تارجت، السايد ووك تارجت. في اتجاه الليفت عندي هسلك من الالاينمنت، عندي الرود 1 بالنسبه لي تارجت والرود 2 بالنسبه لي تارجت كعروض، وكمان الرود 1 ديزاين بروفايل بالنسبه لي تارجت والرود 2 بالنسبه لي تارجت. ما ننساش نظبط الفريكوانسي، ايديت فريكوانسي، نختار الريجن، نضغط ضغطه جواه في اماكن الكيرفات، خلي الفريكوانسي كل واحد واقول له اوكي سكيب. نخرج من الامر. دلوقتي المفروض ان هو صمم لي منطقه الانترسكشن يا جماعه. بنيجي نبص على السطحين مع بعض اوبجكت فيور، ورينا كده في 3D ادي شكل التقاطع بتاعنا، صممناه وما فيهوش ادنى مشكله، ما فيش اي مشكله في الميول، مش اي مشكله في الربط. ده شكل الانترسكشن بتاعنا. لما جينا نصمم الطريق الهاي واي عملنا البروفايل بتاع الارض الطبيعيه، لكن ما عملنالوش بروفايل تصميمي. هنا المنطقه التقاطع بين الطريقين هيبقى مش في نفس المستوى، التقاطع هيبقى تقاطع انترتشينج. حضرتك كنت معدي من تحت اي كوبري بيبقى فيه علامه ارشاديه بتقول لك ان اقصى ارتفاع مسموح بيه او اقصى حموله مسموح بيها 5.5 متر. يعني من قاع الخرسانه الخاصه بالكوبري لسطح الاسفلت اللي انت ماشي عليه تحت المفروض انك بتحمل 5.5 متر. طبعا هو مش هيديك 5.5 متر ويقول لك خلاص حمل 5 متر، لا بيديك مثلا 6.5 متر زياده كمان مثلا، تمام كده؟ يبقى احنا دلوقتي بنتكلم فرق منسوب حوالي 2 متر بلس ان الدبس بتاع الخرسانه بتاع الكوبري حوالي 2 متر، انا عايز اجيب منسوب الاسفلت للطريق اللي فوق
تمام. الطريق اللي تحت خلاص احنا صممناه وعندنا سطح، وممكن نعرف منسوبه دلوقتي حالا، يعني ممكن نيجي عند اي نقطه على السطح اللي تحت ده نعرف منسوبها. قرر نسلك على السطح كده وتروح تقول له سبوت اليفيشن في اي مكان، هتلاقيه بيديك منسوب منين؟ من السطح التصميمي. اي مكان هتقف عليه هيديك منسوب. لكن انا دلوقتي عايز اصمم الايه؟ هنا مثلا المنسوب ده كام؟ 10 11.52، 10 11.52. طيب لو انا جيت قلت له انا عايز اعمل نقطه هنا، كليك يمين كرييت، النقطه دي اسميها الاي ان 2، الليفل بتاعها 0. لو جيت قلت له سلك كده على النقطه، كليك يمين اليفيشن فروم سيرفيس، خد لي منسوبها من السطح، السطح اللي انا هختاره هو السطح عروض 2 توب، واقول له اوكي. دلوقتي النقطه دي ليها منسوب، لو وقفت عليها كده هلاقي ان منسوبها هيظهر معايا 10 11.519، اللي هي 10 11.52. تمام. هنا طبعا لو رحت على البوينت جروب ده قلت له ابديت، هلاقي ان النقطه خدت الايه، خدت الشكل وظهر جنبها الليبلز بتاعنا اي ام 2. خلاص كده يا جماعه. دلوقتي انا عايز اعرف منسوبها، اظهر منسوبها. امر بسيط، ممكن تسلك على النقطه، كليك يمين تقول له ايديت بوينت جروب وفيرتس، وتدخل هنا على الليبلز تقول له انا عايز في الليبل اظهر زي ما انت عامل لي اظهار للديسكريبشن، حط لي كمان اظهار للبوينت ليفل، البوينت ليفيشن. سلك وروح هنا نديله هنا وليكن اللون اصفر، الفونت بتاعنا يبقى الايسكوب 2. اوكي. هنا 10 11.519، هروح على البروفايل ده سلك عليه واقول له بروجكت اوبجكت بروفايل فيو، اختار هنا النقطه واقول له، هيقول لي طيب منسوبها من الاوبجكت 10 11.52. لا انا هقول له ان انا عايز انا ادخل المنسوب مانوال، ويبقى هنزود عليه 8 متر اللي هم 5 متر ونص زائد النص متر الكليرنس زائد الايه؟ زائد دبس الخرسانه 2 متر، يبقى نتكلم في 8 متر. 10 11.52 يبقى 10 19.52، 8 متر، وبعدين هقول له اوكي. دلوقتي هو هنا حط لي ايه يا جماعه؟ حط لي نقطه، النقطه دي منسوبها منسوب سطح الاسفلت فوق الكوبري. طيب هنا عندي يا جماعه المفروض لو عندي كوبري بيبقى في حائط خرساني شايله يمين وشمال. طب الحائط الخرساني ده هيبقى داخل حرم الطريق اللي تحت ولا يبقى خارج حرم الطريق؟ ده بيبقى في الخارج. فهنقول مثلا دي اي ال، ونشوف عرض الطريق تحت كام. عرض الطريق تحت 15 متر، يعني هنقول مثلا خلي الحيطه بعيده كمان 5 متر على اساس ان انا عندي ميل في الايه، عندي ميل هنا في التقاطع. فهنقول هنقول 20 متر يمين و20 متر شمال. يعني لو حضرتك جيت قلت له سلك كده على الالاينمنت ده، اعمل لي اوفست منه بشكل مؤقت 20 متر يمين و20 متر شمال، على طول هو هيحدد لك دي المنطقه. سوري، لا مش ده الطريق اللي احنا شغالين عليه يا جماعه. هنسلك هنا الاول دي اي ال، ده الطريق القائم يا جماعه، الطريق اللي تحت 16 برضه، قول 20 متر يمين و20 متر شمال. هنسلك ونقول له هنا اوفست الاينمنت 20 متر يمين و20 متر شمال، يبقى الخطوط دي حدود الكوبري. تمام كده. طيب دلوقتي هنروح على البروفايل نقول له اتفضل حدود الكوبري بولي لاين، بي ال انتر. ابدا من النقطه دي وهفعل هنا الاورسو وامشي كده 20 متر يمين، وبعضهم هنقول كمان 200 متر. سكيب، سلك قول له ميرور للخطين دول مع بعض، واعمل لي ميرور وما تمسحش الاصل. دلوقتي حابب ارسم بروفايل تصميمي للطريق ده، الامر يتطلب من حضرتك انك تروح على بروفايل، كريت بروفايل باي لاي اوت، ده اسمه رود 3، فالبروفايل التصميمي بتاعنا هيبقى رود 3 ديزاين بروفايل، ديزاين كريتيريا يوز كريتيريا بيز ديزاين. اوكي. وبعدين نروح نرسم درو تانجنت تانجنت وسكيرب. هبدا من النقطه دي مثلا واربط هنا، شيل بقى الارسو واربط هنا على بداية المسافة اللي هي 200، واربط على نهايتها هنا. وبعدين الطريق المفروض يكون عندي اكبر من كده. تمام. فكرة ال 200 متر اللي انا خدتها دي، الكيرب اللي انا عامله ده يا جماعة ممكن ما يسيفش، فاضطر ان انا اكبره. زي ما انتم شايفين النقطة اللي انا وقفت عندها بقت نقطة
بي في اي نقطة بتاع نقطة intersection مادة التانجنت مع التانجنت، فحط لي هنا نقطة تقاطع، لكن منسوب السطح نفسه خط الأزرق نزل شوية. فأنا لو كنت سلكت طبعا على بداية الكوبري ونزل معايا المسافة دي، المسافة دي مش قليلة، يبقى هيأثر معايا على اتكلم في 80 سنتي، 80 سنتي من 8 متر، اتكلم في متر من 8 متر اللي انت محتاجهم. عشان كده انا عملت ايه، خدت مسافه 200 متر على اساس حتى الكيرف لو انا خدت مثلا هنا ميول كبيره شويه والكيرف ده ما ظبطش، حبيت ان انا اكبره ما ياثرش معايا على ال 20 متر بتوع الكوبري او ال 40 متر بتوع الكوبري، 20 يمين و20 شمال. دلوقتي رسمت البروفايل التصميمي، ما ننساش طبعا نظبط اعدادات البندات، عملناها في البروفايلات اللي فاتت. حابب ان انا اكاري كوريدور هنا، الطريق بتاعنا ده نيو جيرسي، وبعد كده انر شولدر، وبعد كده حارات، وبعد كده اوتر شولدر، وبعد كده هيكون عندي الديلايت او الميول. عايزين نرسم شكل القطاع ده، هنروح نقول له كوريدور كرييت اسمبلي، الاسمبلي ده هنسميه اسمبلي بي او اسمبلي اكس او اسمبلي هاي واي عشان يبقى مميز. تمام اوكي، هنروح نرسم الاسمبلي هنا، هنفتح التول باليت واقول له ان انا عايز من الميديان محتاج حاجة اسمها الميديان فلاش وسباريال، دي عبارة عن نيو جيرسي مع الانر شولدر يمين وشمال. تمام كده يا جماعة، هنا بيسألني عن عرض الانر شولدر في الليفت، هو مديها لي متر و200 متر و20 سنتي يمين ومتر و20 سنتي شمال، وطبعا انا مش هعتمد الكلام ده، انا عندي العرض 2 متر يمين و2 متر شمال تقريبا. سمك الطبقات هقول له ان انا الجزء ده امبيفد ما فيش سمك طبقات، وتعالوا نرسم الايه، نرسم نيو جيرسي. بعد نيو جيرسي عايزين نرسم اللينز، فاختار من هنا اللين، اختار اللين سوبر اليفيشن اكس اوف روتيشن، عرض الحرارات اتفقنا العروض هناخدها من الرسم، سمك الطبقات 5 6 20 صفر، وهنروح نرسم هنا يا جماعه الايه؟ الحرارات بتاعتي سكيب. بعد كده هنروح على الشولدر، نختار شولدر اكستند اول، برضه سمك الطبقات هنظبطها. هنرسم الشولدر بتاعنا، بعد كده هنرسم الدي لايت او الميول الجانبيه، هنختار دي لايت وهنختار منها دي لايت بنش. انا الارتفاع عندي عالي بين الاثنين، بين السطحين اللي هتكريته، سطح الارض الطبيعيه وبين السطح اللي في التصميم. دي لايت بنش هقول له انا عايز الميول في اماكن القط تبقى واحد لواحد، وفي اماكن الفيل واحد لواحد، اقصى ارتفاع تنزل بيه او تطلع بيه في مجال القط او فيل هو مديني 3 متر، وهنا بعد كده بيسالني عن العرض بتاع المصطبة، مديني متر ونص اخليه متر، الميل العرضي هخليه 2 متر، وبعدين هبتدي ارسم الديلايت بتاعي هنا. سكيب، هنسلك على الثلاث عناصر دول، كليك يمين نقول له ميرور حوالين الاسمبلي في الجهه الثانيه. اخر حاجه هنعملها نبتدي نسلك على الحاره دي ونعدل اسمها من لين سوبر اليفيشن اكس اوف روتيشن لرايت لين. والشولدر ده هيبقى اسمه رايت شولدر. وانا بعدل الكلام ده لان انا لما جيت ارسم القطاع رسمت في الاسمبلي حاجه بتشتغل في الجهتين، النيو جيرسي بتشتغل في الجهتين، فهو مش هيقدر يحدد لي ايه الرايت وايه الليفت. فعشان كده انا بديهم انا المسميات دي. ده هيبقى الليفت لين. وده هيبقى الليفت شولدر. خلوا بالكم من التعديلات، ليفت شولدر. اتاكد انك عدلت كل حاجه ورافض هنا التعديل خالص. ال تي شولدر بره كده، لا هو رافض التعديل هنا مش عارف ليه. وده ده معدله وده معدله. طيب ما علينا، ممكن الشولدر ده نسميه رايت شولدر.
عمله ولا ما عملوش؟ عمله. وده نسميه left folder ان شاء الله يكون تمام. بعد كده هروح يا جماعه على ايه، اروح على الكوريدور كريت كوريدور للرود اسمه هاي واي او رود 3. نختار هنا الرود 3 مع الديزاين بروفايل مع التارجت سيرفيس الاسمبلي بتاعنا، التارجت سيرفيس بتاعنا اللي هو الان جي ال. اوكي، وندخل نديله الرود عن تارجت هنا. هنا بيقول لي الليفت ويتس تارجت، ده الخاص بالايه بالانر شولدر عشان ده شغال معايا يمين وشمال، فبيقول لي الليفت حدوده فين. اقول له انا حددتها لك من الرسم سيلكت فروم دراوينج. الشمال بتاعي هنا انا ماشي مع اتجاه الايه المسار، ده الليفت. الرايت بتاعي هيكون هنا. بعد كده الويتس تارجت الخاصه بالليل طبعا هنا مش محدد لي هي رايت ولا ليفت، لكن انا عدلت اسمها عشان يبقى شغلي على نور. هقول له حدود اللين في اتجاه الرايت هو الخط ده، وحدود الشولدر في اتجاه الرايت هو الخط اللي هناك ده. مخليكش الليفت لين والليفت شولدر، هذه طبعا الايه الليفت شولدر. اوكي 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 ريبلد للكوريدور. كده حط لي الكوريدور بتاعي. هنسلك كليك يمين كوريدور روبرتس وادخل هنا على الاسطح اكريت سطح. السطح ده هنسميه ورود 3 توب. اد توب اد از بريك لاين توب لينكس الباوندري. كليك يمين خدها من اخر خط موجود عندك. تعالوا نسلك على السطحين دول ونشوف وضعهم ايه مع بعض. سلكت سيميلر اوبجكت فيور ودينا كده في 3 دي. هنلاقي طبعا ان الطريقين بالفعل تقاطعوا لكن مش في نفس المستوى، بس عندي مشكله المنطقه دي منطقه البريدج، طبعا مش هيكون فيها ديلايت، اكيد مش هقفل الطريق القائم بديلايت، تمام كده؟ فلازم اعمل هنا اسمبلي يليق بالبريدج. طيب الكلام ده عشان نعمله يا شباب هنضطر ان احنا نسلك على الكوريدور ده ونقول له سبيلت. سبيلت فين؟ هقول له سبيلت عند الخط اللي هو ال 20 ده، وسبيلت عند الخط اللي هو ال 20 ده عشان نبتدي نعمل الحوائط بتاعتنا. ابشر يا باشمهندس. معلش خلي السؤال ده للمحاضره الاخيره، احنا لسه فاضل لنا محاضرتين نخلص بس الديزاين، والمحاضره الاخيره احنا هنتكلم في السب اسمبلي كومبوزر ان شاء الله. خلاص كده انا قطعت في الاسمبلي تمام. دلوقتي بحتاج ان انا اعمل قطاع ينفع للبريدج، فهروح هنا يا جماعه على السكشن على الكوريدور كريت اسمبلي جديد. الاسمبلي الجديد ده هنسميه اسمبلي البريدج. هنضغط هنا ونروح نختار من هنا من البريدج، نلاقي طبعا في حاجه خاصه بالبريدج. نختار اي نوع، بوكس جردر 1 او بوكس جردر 2، اي حاجه انت محتاج تظبطها في الدايمنشن من خلال القوائم. ده شكل الايه البريدج بتاعنا يا جماعه. هنروح على الريجون ده نسلك ونقول له ايه موديفاي ريجون ريجون بروبرتس. نضغط ضغطه هنا ونقول له شيل القطاع اللي انت حاطه في الريجون ده وحط لي مكانه قطاع البريدج. اوكي اوكي المفروض انه حط لي قطاع البريدج زي ما انتم شايفين كده، بس ما ادانيش طبعا التارجت بتاعتي العروض. فهسلك على الريجون ده تاني وابتدي اقول له ايه التارجت، عدل لي في التارجت بتاعته. هضغط هنا يقول لي الليفت ويتس تارجت، هقول له سيلكت فروم دراينج، خد لي العرض بتاعه في الليفت من الخط ده بتاع البريدج، والعرض بتاعه في الرايت خده لي من الخط ده. اقول له اوكي اوكي سكيب. كده المفروض ان هو عمل لي الديزاين بتاعي. طبعا هنا الاثنين اوفست الاينمنت دول ممكن اشيلهم خلاص، انا استخدمتهم في تحديد مكان
الحائط مش البريدج، هنسلك نقول له اوبجكت فيور وتعالوا نبص كده يا جماعه، هنلاقي ان احنا بالفعل صممنا الطريق بتاعنا، وهنا دي منطقه البريدج. طبعا الطريق هنا معدي من تحت، وده الطريق بتاعنا الكوبري، وهنا ده الجزء اللي فيه الديلايت بنش. كده بنكون انتهينا من المحاضره النهارده، اتمنى يكون فيها فايده ليكم. سامحوني على السرعه، بس كنت عايز اقول المحتوى ده كله، لان فاضل لنا محاضرتين، محاضره نتكلم فيها عن الراوند اباوت، ده محتاج محاضره لوحده، ومحاضره ثانيه هنتكلم فيها عن السب اسمبلي كومبوزر ان شاء الله. تحت امركم في الاسئله. طيب غير يا باشمهندس، معلش هجاوب على سؤال باشمهندس. بص يا باشمهندس، هنا عندي سطح اللي هو سطح الان جي ال، لو قلت له سيرفيس بروبرتيز انا عامله نو ديسبلاي، ممكن تكون انت عامله بوردر اونلي، يظهر لك بس الحدود الخارجيه، ممكن تكون انت عامله كمان كونتور 1:2 مثلا، وبرضه ظاهر لك الايه البوردر الخارجي بس. ليه؟ لان الانترفال بين خطوطه بعضها كبير، فممكن تسلك هنا تقول له كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، وتدخل هنا على الستايل ده تقول له اديت، هتدخل هنا على الكونتور، هتلاقي في حاجه اسمها الكونتور انترفال، اضغط عليها، خلي دي مثلا 1:10، وخلي في الميجر خليها نص مثلا. اوكي اوكي، هيكثف معاك خطوط الكونتور وهتظهر معاك بالشكل ده. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس. وياكم يا باشمهندس. في حد عنده سؤال؟ انا افتح لو واحد عايز يفتح المايك هيلاقي مفتوح معايا. ما انا بعتذر يا جماعه، الباشمهندس بيقول ان المحاضره ممتازه بس سريعه، سريعه عشان المحتوى كبير. هو بيتكلم ان عنده مشكله في التطبيق، ف ان شاء الله بعد المحاضره يطبق، ولو في اي مشاكل يقول لنا عليها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ازاي اخرج الاينمنت على الستيشن الاحداثيات اللي كل يمين وشمال؟ ازاي اخرج؟ مش فاهم، معلش ممكن تقولي السؤال مايك؟ يا باشمهندس خالد السلام عليكم. عليكم السلام يا باشمهندس. كنت عايز اعرف ازاي اخرج الاستيشن على الالاينمنت رايت وليفت في ايه، في كاكسل يعني؟ كاكسل شيت ممكن حضرتك من خلال هنا التول بوكس، بتدخل هنا على الكوريدور، اهي في هنا حاجه اسمها سيكشن بوينت ريبورتس، كليك يمين اكسكيوت، بتشوف بقى انت محتاج تخرج الستيشن ولا محتاج يعني مثلا ممكن دي نقطه الباك اب، دي نقطه نهايه البردوره، دي نقطه الاي تي دبليو الاسفلت، دي نقطه الاساس، لا انا مش محتاجها البيز ديف 2، فاهمني؟ ايوه تمام. محتاج تخرج اكسل شيت دي، شوف انت محتاج تخرج ايه من البريك بوينت اللي موجود عندك، شيل اللي انت مش محتاجه، ومثلا عايز اخرج الكلام ده كل 10 انترفال، كل 10 متر مثلا من اول الطريق لاخره، وبعد كده بتقول له كرييت ريبورت، بيظهر لك الريبورت ده. تمام يا باشمهندس. نقطه رقم 1 2 3، دي كل النقط اللي انا اظهرتها من ستيشن 0 ستيشن 10، كل النقط اللي انا اظهرتها، كل نقطه ظاهره بالاكس والواي والزد، والاوفست بتاعها كمان منين؟ من الالاينمنت. تمام يا باشمهندس، جزاك الله خير. في حد عنده اي اسئله ثانيه؟ يا فندم انا باشمهندس المهندسه حوراء فيصل بتقول يا ريت الاكسل شيت بتاع المحاضره اللي فاتت يا باشمهندس عمر. الداتا دي انا ارسلتها لحضرتك اظن بتاع المحاضره اللي فاتت. تمام، انا حطيتها على الواتساب، فلو اي حد عنده مشكله يتواصل معاه وابعتها له ان شاء الله. هو بالنسبه هنشرح ان شاء الله كميات الحفر والردم، بس هنخليها مع السب اسمبلي كومبوزر، هتبقى محاضره خفيفه كده. هي امرها بسيط. ان شاء الله رب العالمين. I fucking hate niggers. ثانية واحدة، في حد اتفضل لو أي حد عنده سؤال بس يفتح المايك. تمام، في سؤال هنا محترم بتاع المهندس وائل. هو يا فندم انت دلوقتي عندك التارجتس،
عندك التارجتس، يعني انت بتحط القطاع السائد عندك بتركبه، وبعد كده بتعمل سبليت ريجون زي ما انا عملت كده في منطقه الكوبري، سبليت ريجون المنطقه دي وشلت القطاع وحطيت القطاع بتاع الكوبري وظبطت التارجتس بتاعته. حابب تتاكد من شكل المناسيب، باشمهندس بيسال ازاي اتاكد من منطقه الانترسكشن من شكل المناسيب. تعالوا نقول له سيرفيس بروبرتيز ونقفل السطح ده نو ديسبلاي. بص يا فندم انت عندك هنا سطح طب صح؟ سلك على السطح ده. انا عامل سبوت اليفيشن عليه اهو. تعالى عند اي نقطه، مثلا النقطه دي فين؟ ده على السطح ده. انت عارف لو رحلت النقطه سنتي واحد بس على السطح الثاني مش هيظهر منسوبها، شايف؟ بيجيب لك علامات تعجب. طب ارجع بيها هنا تاني هيظهر هنا الايه المنسوب، تاكد انها على الايه على السطح، على البوردر الخاص بالسطح. تمام. تعالى بقى على السطح ده، على السطح اللي هو اللي فيه مشكله او النقطه ما تظهرش عليه، سلك وقول له عايز اضيف عليه نقطه على السطح الثاني ده، واختار نفس الايه نفس السطح. بص يعني انا ضفت نقطه هنا، لو سلكت بس بعت الايه الكتابه بتاعتها كده، حطيت النقطه دي فوق النقطه دي، بالظبط هلاقي ان هما الاثنين نفس المنسوب، دي من سطح ودي من سطح، انا رابط بينهم، يعني دول سطحين مختلفين رابطين على بعض وهي نفس النقطه. اسئله تاني؟ في أسئلة تانية يا شباب؟ أي حد عنده أسئلة تانية؟ يسأل ينفع أرسم فيوتشر لاين؟ عايز تطلع فيوتشر لاين من الكوريدور مثلا، ولا عايز ترسم فيوتشر لاين؟ وهتعمل بيه إيه؟ عموما إحنا إن شاء الله المرة الجاية هنشتغل الراوند أباوت أو الصينية، وهنستخدم فيها الفيوتشر لاين كتارجت، وهنخرجه من الكوريدور. في اكتر من محور اعمله ازاي؟ يعني ايه في اكتر من محور يا باشمهندس؟ مهندس مصطفى جمال تقريبا كده خلاص يا باشمهندس. في حد عنده اسئله يا جماعه؟ في حد عنده اسئله؟ اشوفكم على خير. جزاكم الله خير، الف شكر لحضرتك يا استاذ. الله يكرمك. شكرا باشمهندس، شكرا.